يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد مصورة نشرة حول اليوم الآخر وأهوال يوم القيامة، وفيها تصوير للجنة والنار، ويعلقها البعض على المساجد، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر، وهل ينكر على معلقها؟ نعم، ينكر على معلقها، لأن هذا تصوير لليوم الآخر والجنة والنار، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما يعلم الجنة إلا الله، ولا يعلم النار إلا الله، ولا يعلم الصراط إلا الله. نحن لا ندخل في أشياء من أمور الغيب ونصورها للناس، ما يجوز هذا. نؤمن بها ونثبتها، لكن ما نصورها للناس، وهذا أمر مبتدع ما كان معروفا، ولا يجوز تعليقه في المساجد. يعني ما الناس ما يخافون إلا إذا صورت لهم النار، ما يكفي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والوعد والوعيد، هذا ما يكفي؟ نعم، هذا غلط. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.